آخر دراسة مالية قريتها قبل فترة بتقول إنه بمنطقة الشرق الأوسط في حوالي 35% من الناس عايشين على 4 دولار باليوم الواحد. كتار مثلي مضطرين يقروا مثل هيدي الدراسات لحتى يزيدوا معرفتهم. طالما مراكز الأبحاث العربية قليلة أو غير موثوقة بيروح الواحد على المراكز الأجنبية. اللي محيرني إنه هالدراسة اللي عم نحكي عنها منين جابت رقم 4 دولار ل 35% من الناس يوميا؟ مشان هيك رحت سألت خبير مالي عن صحة المعلومات، شو قال لي؟ يا حبيبي هيدي الدراسة عم تحكي عن الناس اللي عايشين، أما اللي عم بيعيشوا على أقل من 4 دولار يوميا ففيك تقول لهم هاي عيشي، ها هودي ماتوا من زمان. هذا رأيي، فكر فيه.